صار كثير من القلاقين مؤخرا، ونعرج على قضية الحكم الدولي المسلك الذي هو طارق الفراش، نتمنوا له الصحة والعافية، وكذلك فيما يتعلق بالحكم الذي سيخوض مقابلة المغرب والكونغو. التحكيم المغربي، قلتي لي نهضوا على التحكيم المغربي، فعلا التحكيم المغربي كباقي التحكيم في أرجاء إفريقيا أو في أرجاء العالم. فإلى لاحظتي معايا على أنه مؤخرا في كأس إفريقيا، في النهائية ديال كأس إفريقيا في الكاميرون، فكانوا 8 حكام مغاربة، وهذه سابقة في التحكيم المغربي. ثمانية حكام من ضمنهم امرأتان، بشرى الكربوبي وفتيحة الجرموني، حكما الدوليتان. فهذه سابقة في التحكيم المغربي، كانوا كيتعينوا جوج ثلاثة. الآن أول بلد عربي وأفريقي كيمشي للمتونية ديال الحكام، من بينهم حكمتان دوليتان اللي أبلوا البلاء الحسن في أفريقيا وفي الكاميرون، واللي خلاو واحد الصدى طيب وعلاو الشأن ديال التحكيم المغربي. فكيعرف كيف كيعرف الجميع التحكيم معادلة صعبة في كرة القدم. فالمباراة ما تتشابهش، المباراة كلها يعني الحكم ديالها، ولكن بعض الأحيان الحكم كما كيكون اللاعب ولا كيكون المدرب ولا كيخطا في بعض التشكيلات، او اللاعب كيخطا في ضربة جزاء او تسجيل هدف، فالحكم حتى هو كيكون في واحد لحظة من اللحظات ماشي اون فورم، ربما بعض الاخطاء تغير مجرى المقابلة ومجرى المقابلة. لا اخطاء اللي كتشوف الان كاين الفار، الان كاين الفار، ولكن الاخطاء اللي كانت قبل ما بقاتش بزاف، دابا ما بقاش داك الاحتجاج على التحكيم بزاف، لانه الفار كيرجعوا له وكياخذوا الحاله الجيده وكيمشيو للقرار المناسب، رغم ان الفار باقي ما نجحش 100%، ولكن على الاقل بعدا الاخطاء تقلت واحد 70%. الحكم المسلم واحد من حكام الشباب اللي كانوا جايين بقوه، واحد من الحكام اللي كانوا ابلوا البلاء الحسن في بداية المشوار ديالهم، فهو كان لعب مقابلة ومن بعد واحد يوم ولا ثلاث أيام تصاب بمرض، الآن طارق الفراش كيقص وكيعاني في الفرد، ولكن ما نساوش على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دخلات وهي اللي تنفذي وهي اللي يعني كتسوتو عليه لحد الآن، فما خلاوش بوحدو كما تيقولوا الناس، ولكن راه الجامعة يعني دايرة المتعين من ناحية الحكم اللي كنطلبوا هو الله يشافيه ويقعدوا لوليداته. شنو أستاذ حسام؟